استياء المعلمون الشديد بسبب تخبط تصريحات وزارة التربية والتعليم، وقدم المعلمون قائمة بمطالبهم بسبب تضررهم من مسابقة 120 ألف معلم. استمرار استياء المعلمين المتقدمين لمسابقة التربية والتعليم، حيث شهدت الأيام الماضية استمرار تخبط القرارات والتصريحات في وزارة التربية والتعليم بشأن مسابقة التربية والتعليم للتعاقد مع 120 ألف معلم، حيث تم تغيير شروط المسابقة بعد إجرائها وتقدم ما يقرب من مليون متقدم، وعبر المعلمون عن استيائهم لذلك. وينقل لكم موقع تعليم مصر 2030 آراء ومطالب المعلمين السلمية والتي لا تتعارض مع القانون وحرية إبداء الرأي. وكانت مطالب المعلمون تتلخص في الآتي: هذه مطالب معلمين مصر السلمية والتي لا تخالف القانون، ونتقدم بها للنائب العام وكافة الجهات الحقوقية والقضائية والقانونية ونقابة المحامين في مصر، فنرجو الالتفات إليها لترفعوا العناء النفسي والإحباط عن شباب المعلمين الذين تم استنزافهم ماديا ومعنويا بشروط المسابقة، ولكم جزيل الشكر. المطلب الأول: التحقيق مع المسؤولين ومحاسبتهم على التصريحات الرسمية المتضاربة من وقت بداية الإعلان عن مسابقة المعلمين 120 ألف معلم في شهر أكتوبر إلى الآن، حيث صرح الوزير ونائبيه السابق والحالي بأنه جاري حصر العجز في المدارس، وهذا استمر لمدة عام من شهر سبتمبر 2018 إلى فبراير 2019، وتم إعلان مسابقة التعاقدات المؤقتة، وتم التعاقد مع 36 ألف معلم مؤقت ثم تم فصلهم، ثم استمر حصر العجز من شهر يونيو 2019 إلى شهر أكتوبر 2020، وتم التصريح بأنه تم حصر العجز في المدارس وبلغ العجز 320 ألف معلم. ثم أطل علينا الوزير في حوار مع قناة سي بي سي الشهر الماضي وصرح بأنه لا يوجد عجز، إنما هو سوء توزيع، وأنه إذا تم التوزيع الصحيح للمعلمين لكان نصيب كل معلم 17 طالب فقط، وغيرها من التضاربات في تغيير شروط المسابقة أكثر من مرة بعد أن تم الإعلان عنها والتقديم عليها وجمع الأموال منها. المطلب الثاني: التحقيق لمعرفة أين ذهب المليار و600 مليون جنيه مصري التي أعلن النائب السابق الدكتور محمد عمر عن توفيرها من أصول وزارة التربية والتعليم وخارج الموازنة العامة للدولة، وموثق كل هذا الكلام بالإثباتات صوتا وصورة على القنوات الفضائية في حوارات ومداخلات النائب المذكور. المطلب الثالث: التحقيق فيما صدر من تصريحات من وزير التربية والتعليم ونائبه السابق لما فيها من إهانات للمعلمين والتقليل من شأنهم خلال الفترة الماضية، حيث صرح الدكتور طارق شوقي بأن المعلم هو سبب ترد العملية التعليمية، وموثق كل هذا بالإثباتات في المقالات الصحفية الرسمية. المطلب الرابع: التحقيق بشأن شروط المسابقة التعجيزية من شهادات مهارية دولية وعدم الاكتفاء بالمؤهل الدراسي، وأهم هذه الشروط كان إلزام المتقدمين باستخراج كرنيه نقابة المعلمين ودفع اشتراك سنة كاملة بالرغم أنه لم يتم تعيينهم، وهذا مخالف للقانون. وقيمة الاشتراك وكرنيه النقابة 196 جنيه مصري لكل متقدم، ويطالب المعلمون بمعرفة مصير هذه الأموال التي جمعها دون وجه حق قانوني. المطلب الخامس: التحقيق لمعرفة مصير رسوم مراجعة البيانات التي تم جمعها من المتقدمين على البوابة الإلكترونية من كل متقدم، وقيمتها 200 جنيه لكل متقدم. المطلب السادس: التحقيق لمعرفة مصير الأموال التي تم جمعها من رسوم الاختبار النفسي وقيمتها 150 جنيه مصري لكل متقدم. المطلب السابع: عدم الاستخفاف بالمبالغ التي تم جمعها، فقد تقدم على البوابة الإلكترونية لا يقل عن نصف مليون متقدم حسب آخر تصريحات للبوابة الإلكترونية عبر صفحتها على الفيسبوك، فقد تم جمع المبلغ الآتي من اشتراك النقابة ورسوم مراجعة البيانات فقط، هذا بخلاف قيمة رسوم الاختبار النفسي وقيمتها 150 جنيه مصري، وكان مجموع الأموال التي تم جمعها 198 مليون جنيه مصري فقط من اشتراك النقابة رسوم مراجعة البيانات على موقع البوابة الإلكترونية. المعلمين بيتسألوا فين الأموال دي وفين المليار و600 مليون اللي تم الإعلان عنهم قبل بداية المسابقة. المطلب الثامن:
محاسبة الوزارة على مخالفتها لوعودها لإحتياط مسابقة 30,000 معلم منذ 5 سنوات، حيث تم اختبارهم في مسابقة رسمية ونجحوا في الاختبارات، ورغم ذلك لم يتم اختيارهم، وتم إعطائهم الوعد بأنه ستكون لهم الأولوية في المسابقات التالية، وهذا لم يحدث ولم تفي الوزارة بوعدها. المطلب التاسع، محاسبة الوزارة والمسؤولين فيها عن عدم وفائها بوعدها للمتعاقدين المؤقتين 36,000 معلم والذين تم اختبارهم في العام الماضي في فبراير الماضي، وتم التعاقد معهم عقدا مؤقتا لمدة 2 شهر، وتم فصلهم، وتم وعدهم بأن تكون لهم الأولوية في المسابقات القادمة، وهذا لم يحدث حتى الآن. المطلب العاشر، التحقيق والمحاسبة على خداع وتضليل الرأي العام والخريجين، حيث تم الإعلان عن مسابقة بشروط تعجيزية، وتم التأكيد أنه سيتم التعاقد، وذلك لتوفير الوزارة 1,600,000,000 جنيه مصري من أصول وزارة التربية والتعليم خارج موازنة الدولة لتعيين المتعاقدين، ورغم ذلك ارتضى المعلمين بهذا، ومنهم من تداين كي يحصل على الشهادات المهارية ويقدم على المسابقة، ثم تم تغيير شروط المسابقة الأيام الماضية، وتم الإعلان بأنه لا توجد ميزانية على لسان السيد الدكتور وزير التربية والتعليم في مداخلة على قناة CBC بعد جمع كل هذه الأموال من آلاف الخريجين العاطلين عن العمل. لماذا تم التصريح بأنه لا يوجد عجز؟ مطلب 11، التحقيق ومحاسبة الوزير ونائبيه الحالي والسابق والمسؤولين في الوزارة لتغييرهم شروط المسابقة بعد أن تم الإعلان عنها، حيث أن الشروط كانت تعاقد مؤقت لمدة 3 سنوات ويتم تجديده سنويا، والآن صرح الوزير ونائبيه أنه لا توجد ميزانية، وتم فتح باب التطوع المجاني للمعلمين بعد أن استوفوا الشروط والتقديم على المسابقة، ثم تم تغيير الشروط بأنه سيكون عمل بالحصة وليس بالتعاقد كما تم الإعلان في بداية المسابقة، وشروط المسابقة معلنة على موقع البوابة الإلكترونية للتوظيف ولم يتم الالتزام بها من جانب الوزارة، وهذا يعتبر إخلال ببنود التعاقد والشفافية والمصداقية. المطلب 12، يجب النظر إلى أعداد المحالين على المعاش كل عام من وزارة التربية والتعليم وعدم إلغاء درجاتهم الوظيفية. يطالب المعلمون بعدم إلغاء الدرجات الوظيفية اللي بتفضل كل سنة في وزارة التربية والتعليم وتوفيرها للتعاقد مع المعلمين جدد لسد العجز، حيث بلغ عددهم هذا العام ما يقارب 30,000 درجة وظيفية في وزارة التربية والتعليم فقط على حسب تصريحات مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، فلماذا لم يتم الاحتفاظ بهذه الدرجات الوظيفية وأين تذهب؟ المطلب 13، استكمال العمل على البوابة الإلكترونية واستكمال المسابقة، حيث تكبد المتسابقون والمعلمون خسائر ومبالغ مالية لاستكمال الشهادات المهارية، ولكن يطالب المعلمون تعديل بند التعاقد المؤقت ليكون عقد مميز على قانون الخدمة المدنية وليس قانون العمل، ليشعر المعلم بضمان لمستقبله ومستقبل أولاده فيعمل بكل تفاني وراحة لخدمة الوطن، حيث شعوره بأن عمله مؤقت وأنه لن يتم التجديد له سيخلق نوع من الإحباط العام، وذلك سينعكس على العملية التعليمية بجملتها، مع ضرورة محاسبة المعلم على أدائه بشكل منتظم ليقدم أفضل ما لديه ومحاسبة أي مقصر في ذلك. المطلب 12، فك الحظر عن من تم حظرهم من البوابة الإلكترونية من بداية المسابقة بسبب تعبيرهم عن غضبهم ورأيهم ومشاعرهم بما لا يتعارض مع القانون وحرية التعبير عن الرأي بطريقة سلمية. المطلب 14، إلغاء شرط القيد العائلي. دي مشكلة كبيرة بيواجهها المعلمون المتقدمون، وآلاف من المعلمين ما قدروش يقدموا على المسابقة بسبب هذا الشرط، أخطاء موظفي السجل المدني، ويتحملها الآن ويدفع ثمنها الآن المعلمين اللي مش قادرين يستخرجوا القيد العائلي. فنطالب ويطالب المعلمون بقبول تعذر القيد وقبول التعهد بتقديم القيد العائلي بعد إصلاح الأخطاء التي تأخذ لا يقل عن 6 أشهر في محاكم الأسرة والسجلات المدنية لإصلاح الأخطاء في وثائق الزواج وشهادات الميلاد. مطلب 15، تشغيل مقرات الاختبار النفسي بالمحافظات على مستوى الجمهورية حفاظا على سلامة المتقدمين من أبعد محافظات الجمهورية، حيث تعرض مجموعة من المعلمين من محافظة سوهاج لحادث سير أثناء سفرهم لأداء الاختبار النفسي، ناهيك عن العناء الذي تلاقيه المعلمات الأمهات مع أطفالهن الصغار
في السفر لمسافات بعيدة. مطلب 16، سرعة الانتهاء من إجراءات المسابقة وتعيين المعلمين المستوفين للشروط على البوابة الإلكترونية والبدء في خطوات عملية منذ اليوم لاستلام عملهم قبل نهاية شهر مارس القادم. هذه كانت مطالب معلمين مصر السلمية والتي لا تخالف القانون ولا تتعارض مع القانون، ونتقدم بها للنائب العام وكافة الجهات الحقوقية في مصر، فنرجو الالتفات إليها لترفعوا العناء النفسي والضغط عن شباب المعلمين الذين تم استنزافهم ماديا ومعنويا بشروط المسابقة، فلكم جزيل الشكر.